ايه يا محمد، في ايه؟ عايز حاجة؟ انت داخل علينا كده ليه؟ انت مش عارف ان احنا نايمين؟ ما ينفعش كده، دي مش اول مرة تعمل الحركة دي. علي علي قوم يا علي قوم، شوف اخوك داخل عليا ازاي. ما ينفعش ما ينفعش كده. انا سناء، عندي 25 سنة، مخطوبة لعلي بقالنا 5 سنين، مش عارفين نتجوز عشان الشقة. ماما ماتت بقالها 5 شهور. بس قبل ما احكي لكم حكايتي، ادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في يوم لقيت علي جاي يقول لي: اخيرا يا حبيبتي، اختي اتجوزت والاوضه بتاعتها فضيت، خلاص احنا نقدر نتجوز فيها دلوقتي، ما عادش ليكي حجه. احنا مش لاقيين شقه، ولا عارفين ناجر شقه، ولا عارفين نشتري شقه، معناش فلوس عشان نشتري. خلاص بقى انا زهقت، احنا بقالنا 5 سنين. يا علي يا علي، ماما ما عداش عليها سنه لسه لغايه دلوقتي، ازاي اتجوز بس وهي لسه ميته؟ ما ينفعش يا حبيبي. يا حبيبتي، الحياه بقى من ميت، خلاص بقى عايزين نفرح. وكمان تطرحي من مرات اخوكي، مش انت بتقولي اللي هي بتزهقك؟ اتجوزنا وقعدنا في الاوضه عند علي، كان فرحان قوي، يقول لي: انا مش مصدق مش مصدق اللي احنا اتجوزنا، اخيرا اخيرا يا سناء اتقفل علينا باب واحد. قلت له: يا حبيبي، وانا كمان مش مصدقه، ان شاء الله تكمل فرحتنا لما نروح شقتنا. في يوم لقيته جاي يضحك وفرحان ويقول لي: سناء، انا لقيت لك شغلانه عندنا في الشركه. ايوه، بكره بكره ان شاء الله هتيجي تقابل المدير. بقيت مش مصدقه، قلت له: بجد حقيقي عندك في الشركه؟ يعني انا وانت هنبقى بنشتغل في مكان واحد؟ وتاني يوم رحت اقابل المدير، كان المدير ورئيس الحسابات. لقيت رئيس الحسابات بيسالني، بيقولي: ايوه يا انسه، انت اتخرجتي من كليه ايه ومؤهلاتك ايه بالظبط، واشتغلتي في مكان قبل كده ولا لا؟ قلت له: انا مؤهلاتي واخده كليه تجاره بقالي 3 سنين، بس للاسف ما اشتغلتش في اي حته. لقيت المدير بيقوله: يا استاذ حسين، خلاص هي لسه متخرجه جديد، احنا بنحب الناس اللي معلوماتها لسه طازه. فرحت قوي. في نفس الوقت لقيته بيسالني، بيقول لي: انت مخطوبه او متجوزه؟ سالت نفسي، قلت: تفرق ايه ان كنت مخطوبه او متجوزه؟ ازاي يسال السؤال ده؟ قلت له: لو سمحت، هو السؤال ده ماله ومال الشغل؟ قال لي: ازاي ماله ومال الشغل؟ قال لي: لو انت متجوزه كل يوم الصبح هتيجي متاخره الشركه عشان ولادك اخروكي، ولو مخطوبه برضه هتيجي متاخره عشان طول الليل بتكلمي خطيبك. انت بقى مخطوبه ولا متجوزه؟ قلت له: انا كنت متجوزه، بس خلاص اتطلقت. طلعت قابلت جوزي، قابلت علي، قلت له: بيسالي السؤال ده ليه؟ هو عايز مني ايه؟ قال لي: يا ستي ما تشغليش بالك، هو كده كده هينسى، اهم حاجه شغلك يكون مظبوط في الشركه، ومفيش حد هيقدر يكلمك في اي حاجه، وكمان هما ما يعرفوش ان احنا متجوزين، فخلاص. رجعت من الشغل لقيت حماتي واقفه لي بتقولي: ايه يا ستي سناء، قومي يا حبيبتي، قومي وضبي لقمة لجوزك. انا ما اقدرش اوضب اكل حد. ماليش دعوه بيكو، قومي يا حبيبتي. خلاص يا ماما، انا هقوم اهو، بس والله انا راجعه من الشغل مش قادره، شويه بس شويه هقوم. وقمت وضبت الاكل. بالليل لقيت اخوه داخل عليا الاوضه تاني، صحيته: يا علي قوم الحق اخوك، قوم الحق اخوك يا علي. قام علي يجري: ايه يا محمد، في ايه تاني تدخل الاوضه؟ مش تخبط يا ابني ولا تعمل حاجه؟ قال لي: خلاص انا كنت داخل اخد الطقم اللي انت واخده مني، خلاص يا عم انا مش عايز حاجه منكم. وسابنا ومشي. بقيت قاعده مستغربه اللي بيحصل لي، ازاي يحصل لي كده. قعدت اعيط اقول له: مامتك تزعقلي الصبح واخوك يدخل عليا بالليل، ما ينفعش، لازم نجيب شقه ونعيش فيها. قال لي: يا حبيبتي والله اجيب شقه منين دلوقتي؟ انا معيش فلوس ولا لايجار الشقه ولا اقدر اشتري شقه. ان شاء الله مرتبي على مرتبك نقدر ان شاء الله حتى ناجر شقه. رحت تاني يوم الشركه، دخلت شويه اوراق المدير، لقيته بيقول لي: يا انسه سناء، انا معجب وعايز اتجوزك، انا مراتي ميته بقالها 10 سنين، وولادي كبروا واتجوزوا، ومفيش حد عايش معايا الا اختي. فكرت ان انا اتجوز، ما لقيتش انسب واحده غيرك. ايوه انتي مطلقه ومحتاجالي وانا محتاجلك، فارجوكي وافقي. الجواز في الاول هيبقى في السر عشان خاطر ولادي. ما كنتش عارفه اعمل ايه، قلت له: انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي عشان انا لسه مطلقه وخارجه من تجربه، ما اقدرش ادخل في تجربه تانية. قال لي: ما تقلقيش، انا هأملك مستقبلك، هجيب لك شقه واجيب لك عربيه واعمل لك كل اللي انت عايزاه، وهعلن جوازنا بس شويه شويه على ما امهد لولادي.
علي جه بالليل لقاني بعيط، قال لي مالك؟ مالك يا سناء، في ايه؟ في حاجة حصلت في الشركة النهاردة؟ حكيت له على اللي حصل، مكنتش قادرة اتكلم. قلت له الرئيس بتاعك المدير عايز يتجوزني. ايوه عايز يتجوزني، انا مفكر ان انا مش متجوزة. قال لي ازاي؟ ازاي يحصل ده؟ ازاي وانت تسمحي له ان هو يتكلم في حاجة زي كده؟ انت اكيد اكيد جريتيه. قلت له جريته ازاي؟ انت السبب، انت اللي خليتني اتعين في الشركه، وقلت لي ان هو هينسى الكلام اللي انا قلته له لما سالني انت متجوزه ولا لا. قلت له انا كنت متجوزه بس اتطلقت. بعد شويه فكر وقال لي طب ايه رايك، ايه رايك ننتهز الفرصه دي وانت تتجوزيه، هطلقك مؤقتا تتجوزيه ويكتب لك الشقه ونفوز احنا بالشقه. قلت في نفسي قد كده قد كده انت بتحبنيش؟ قد كده همك هم كل حاجة الشقة؟ ازاي بعد 5 سنين، بعد 5 سنين ما كنتش عارفاك، اكتشفت ان انا معرفكش، وعرفت ان انت اهم حاجة عندك الفلوس، تتخلى عني كده بسهولة؟ فكرت في نفسي واتطلقت منه واتجوزت عبد الحميد. عشت معاه انا واخته وهو في البيت، بصراحة ما كانش بيخليني محتاجة اي حاجة، حسيت بحنيته، كنت انا واخته اعز اصدقاء. وفي يوم لقيت علي بيكلمني بيقولي فين الاتفاق اللي احنا اتفقناه؟ مش انت قلتي 2 شهر وهتطلقي؟ قلت له ازاي، انا ما قلتش كده، انت اللي اتخليت عني، انا مش هتطلق. سمعت؟ انا مش هتطلق وهعيش مع عبد الحميد، لقيت عنده اللي ما لقيتوش عندك، لقيت الامان. قال لي بقى كده؟ طيب انا عرفت اللي هو ليه اخت وبتروح النادي، انا بقى هنتهز الفرصه وهلعب على اخته وهتجوزها زي ما انت اتجوزت اخوه، وهعيش في النعيم زي ما انت عايشه. وفعلا بدا يلعب على اخته ويقابلها في النادي، وبدات هي تحبه وتعلقت بيه. وفي يوم لقيتها جايه تحكي لي عنه وتقول لي علي انا بحبه قوي يا سناء، ما اقدرش استغنى عنه، وهقول لاخويا عشان يجوزهولي. ايوه يجوزهولي، وهيشتري شقه عشان هو ما يقدرش يشتري شقه دلوقتي، ظروفه ما تسمحش. بقيت زعلان، قلت لها يا حبيبتي مش اي حد كده تتعلقي بيه، ازاي تعرفيه من غير ما تعرفي كل حاجه عنه؟ يا حبيبتي راجعي نفسك، انت مجرد ما تعرفيه خلاص هتتجوزيه؟ قالت لي يا سناء انا اول مره احس الاحساس ده تجاهه، مش عارف حبيته، والله حبيته ما اقدرش استغنى عنه. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، اعترف لعبد الحميد باللي انا عملته، ومش عارفه ان كان هيسامحني ولا لا، ولا اتطلق منه وارجع لعلي تاني عشان يبطل لف حوالين سوزي اخت عبد الحميد وانقذها منه، وفي نفس الوقت انتقم من نفسي عشان وافقت ان انا اعمل الحاجه دي.